السيدة أم محمد من القاهرة تتفضل. السيدة أم محمد اتفضلي. السيدة أم محمد عبل ما تيجي، عبل ما تيجي يا ست محمد، عبل ما تيجي وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتكوني وصلتي لغاية ما هي. زي حضرتك. طيب اتفضلي. الحمد لله. ربنا يجازيك خير ان شاء الله يا رب عننا. طيب اتفضلي. بقول لحضرتك ايه، انا بس يعني عندي حاجة كده غريبة. اتفضلي. انا متجوزة بقالي 17 سنة. طيب. ابني كبير، ابني عنده 17 سنة. طيب يعني يبقى انت متجوزة من 18 سنة. طيب. جوزي بقى في حاجة مشكلة يعني عنده. ايه بقى؟ عايز يتجوز. كده عايز يتجوز ثلاثة، ولا هو عايز يعني بيكرر ان هو عايز يتجوز على طول؟ لا يعني احنا يا عم بص يا دكتور، احنا عن بيننا وبين بعضينا بصراحة. طيب. احنا بيننا وبين بعض صراحة متناهية. انت وجوزك يعني؟ اصحاب يعني؟ صحاب قوي. وقت ما بيلاقيني عايز مامته ببقى مامته، عايزني صاحبه ببقى صاحبه. طيب ماشي. عايزني صنايعي في المحل ببقى صنايعي في المحل. طيب السؤال فين بقى؟ كان كل الكلام يزار في الزار. طب فين السؤال؟ السؤال ان انت قلت لك اتجوز وروح اتجوز، انا بقالي 17 سنة ما بفتحش تليفون جوزي ولا بفتش فيه ولا بفتش في محفظته ولا بقول له انت رايح فين ولا جاي منين ولا ليا صوت في البيت اساسا. الخلاصة فتحنا التليفون. الخلاصة اسمعي بس يا اسمعي يا ام محمد. الخلاصة فتحنا التليفون ولقينا فيه حاجة. لا ماشي، لقيت مكالمات طيب فين السؤال؟ السؤال ان هو انا من ساعه ما قلت له خلاص اتجوز وخلاص واتكلمته وقلت له انا مش هتطلق، انا هقعد مع عيالي. طيب. انا معايا ولادين كبار. طيب. هقعد معاهم انا بس ما تجيش هنا، انا مش عايزاه. ايوه يعني هو السؤال بتاع حضرتك، هو انا من حقي ان انا اقول له افضل مراتك من غير علاقه خاصه؟ ده سؤالك؟ لا حضرتك، انا دلوقتي احنا هنا في البيت عايشين اموات. طيب يا ام محمد، يا ام محمد ربنا يحييكم في حياه سعيده، ممكن تقولي لي سؤالك ايه لو تكرمتي؟ سؤالي انا اعمل له ايه تاني اكتر من ان انا قلت له خلاص وروح اتجوز. طيب. حتى الولاد حاسين بتغييره، حتى الولاد حاسين ان هو ساكت وما بيتكلمش، ما بيقعدش في وسطينا. هو سنه 45 سنة؟ نعم. سنه 45 سنة ولا كام؟ سنه كام؟ سنه 42 سنة، 43 في الحدود دي. طيب هو سنة. طيب خلاص أنا أجاوبك يا محمد، أنا أجاوبك. حاضر، أقول لك تعملي إيه. بصوا يا سادة، إحنا عندنا شوية حاجات كده، أنا ما بحبش حاجة اسمها أزمة منتصف العمر، ما بحبش أسميها كده، لكن بسميها يعني مرحلة اختبارات منتصف العمر، مش أزمة ولا حاجة. الراجل عنده 40 سنة وهو حاسس إن الحياة، وبعد الـ40 الحياة بتتغير كلها. بتغير إيه؟ بتغير جسدياً، بتغير فكرياً، بتغير ذهنياً. أسوأ حاجة بقى إن يكون الواحد يدخل المرحلة دي وهو مش عارف هو هيعمل إيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل الإنسان، الله سبحانه وتعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. هنا بقى هو دوت بقى مربط الفرس. إن هو كان لابد إن هو يستعد للمرحلة دي. المرحلة دي مرحلة بيبقى فيها ألوان من السعادة مختلفة. هو إيه اللي حصل؟ بيحصل للرجالة والستات في الوقت ده حاجة بيحس بيها إن عمره فات، لأن هو إيه؟ حاسس إن السعادة واللذة والمتعة اللي هو عملها عدت. والرجالة عندهم مشكلة شوية. إيه المشكلة؟ إن هو بيحس إن هو دلوقتي بقى عنده الإمكانيات اللي تخليه يعمل اختيارات أحسن من الاختيارات اللي عملها زمان. يا سيدي انت ممكن تعمل الاختيارات دي، بس انت بتعيش في اطار اخلاق، في اطار منظومه من القيم. انت لو عملت ده، انت لو هتروح تتجوز حد اصغر منك سنا عشان انت عندك فرصه افضل، او هتروح تتجوز حد تاني، بس انت ضامن ان انت ما تظلمش؟ طب انت ضامن ان انت تقدر توفي؟ طب ضامن ان انت تقدر تراعي اولادك؟ طب لو مش ضامن بتعمل كده في نفسك ليه؟ عشان هتقعد فتره سنه ولا اتنين وتفضل
ترجع تاني تلاقي الجواز الجديد مش بالمشاكل، الجواز الجديد بالمسؤوليات، والمسؤولية هو إثبات لمعنى الرجولة. فأنت لو كنت هربان من الجواز ده عشان في مسؤولية أنت سميتها ضغوط، وبعد ما سميتها ضغوط سميتها كبسة على نفسك. المسؤولية يا سادة عنوان للرجولة، ولذلك حضرة النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فدي رجولة. فاللي أنت بتعمله دوت وبتهرب منه عايز تروح ترتاح مع حد تاني، فأنت كده وكأنك بتهرب من مسؤولياتك، بتهرب من معنى الرجولة. فأنا رأيي أن أنت واحدة واحدة بس ارجع لأولادك وحاول تعيد المسألة مرة تانية، وياريت تكون سمعني. وأنا بقول كده لكل حد، وأنا بقول كده لكل حد بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يفكر في الفترة دي. الفترة دي محتاجة نكون مستعدين لها ونهدى شوي، محتاجين أن احنا نوسع في استخدام مهاراتنا وقدراتنا، محتاجين أن احنا نبص للحياة بشكل تاني، محتاجين أن احنا نكون أكثر حكمة، مش محتاجين أن احنا نبحث عن المتعة. لما نعمل كده حاجات كتيرة هتتغير في حياتنا.